طيب، فصل بالنسبة لشعب الإيمان، فصل في التسمية في أهل الطعام. روى المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل البيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله جل في علاه عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت ولا عشاء. وعن حذيفة بن يمان قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده، وإذا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فوضعت يدها في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه، إنه جاء بهذه الجارية ليستحل الطعام بها، فأخذت بيدها، وجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، فوالذي نفسي بيده إن يده مع يدهما في يدي، يعني هو أخذ أيد هؤلاء، والشيطان يده في أيديهم فأخذها. وعن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا بالطعام، فذكر الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو ذكر اسم الله كفاكم، إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكره فليقل بسم الله أو في أوله وآخره. حديث صحيح. فقال وروينا في حديث أمية: فالرجل الذي أكل ولم يسمي حتى ما بقي من طعام إلا لقمة، فقال بسم الله أول وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما زال الشيطان يأكل، فلما ذكر استقاء ما في بطنه. وعن عبد الله بن مسعود: إن الشيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن شحبا أغبر مهزولا، فيقول له شيطان الكافر: ما لك، ويحك قد هلكت. فيقول الشيطان: لا والله، ما أصل معه إلى شيء، إنه إذا طعم ذكر اسم الله، يا رب استغفر الله، وإذا شرب ذكر اسم الله، وإذا نام ذكر اسم الله. فأقول: أخا لكني آكل من طعامي وأشرب من شرابي وأنام على فراشي، فهذا يعني ما يخس، وهذا مهزول. وعن عمر بن أبي سلمة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس يا بني وسم الله عز وجل، وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن عشرين حرب قال: قلنا يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تتفرقون، قلنا: نعم. قال: اجتمع على طعامكم واذكر اسم الله يبارك لكم فيه. قال تيمية بن سلمة: من سمى على طعامي لم يسأل عن نعمتي. قال الأوزاعي: يقول بلغنا أنه لا يتم الطعام حتى يكون في أربع: يذكر اسم الله عليه حين يوضع، ويحمد الله عليه حين يرفع، وتكسر الأيدي فيه، وأكون مهيأ من طيبة. قد روى هذا بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامة بالنسبة للتسمية، التسمية نعمة ليست بعدها نعمة. التسمية نعمة في كل شيء، التسمية فيها البركة. لا تسمي اسم الله جل وعلا، والله هو اسم الله الأعظم، إذا ذكر في شيء بركه، إذا ذكر في قليل كثره، إذا ذكر في كثير بركه. والتسمية فيها ما فيها من الخير الذي ينال الجميع، وطعام الواحد يكفي الاثنين، والاثنين يكفي الثلاث، والثلاث يكفي الأربعة. لكن التسمية هي أهم يعني الأبواب أن يسمي، لأن بالتسمية أولا الشيطان لا يأكل معك ولا يشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد كان يأكل معه أصحابه والجميع سمى، فجاء بعربي يأكل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وجاءت طفلة صغيرة تأكل فأخذ بيده، فلما نظر إليه الصحابة أرادوا أن يفهموا، فقال لهم: ما زالت يد الشيطان بيدي، أتى بهذا الرجل ليأكل فيأكل معه لأنه لن يسمي، وأتى بهذه البنت أن لتأكل، يعني الجارية لتأكل، ولم تسمي ما سمت، فلذلك أتى بها ليأكل معها. هنا في مسألة خلافية فقهية بين العلماء، يقولون لو سمى واحد على المائدة يكفي أن الشيطان لا يأكل ما تطالب فيها التسمية أم لا؟ هو صحيح هذا الحديث يثبت أن التسمية لا تكفي، ليست مسألة فرض كفاية، ولأن كل من سمى شيطانه هو الذي لا يأكل معه، لكن من لم يسمي شيطانه يأكل معه. فالمسألة ليست التسمية على الطعام بواحد منهم، بل كل من يأكل يسمي، كل من يأكل يسمي. فالتسمية هنا مهمة في هذا الباب على بركة الطعام، وأيضا على منع الشيطان من أن يأكل. وفي الفقه أيضا أنه إذا نسي يقول بسم الله أول في أوله وآخره، يعني بالنسبة لو أكل، ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل أكل والشيطان أكل كل هذا الأكل، فلما جاء الأخر لقمة تذكر أنه لم يسمي فقال بسم الله في أوله وآخره، فاستقاء الشيطان. وهذا لابد لكل إنسان يفعل ذلك، لابد لكل إنسان يفعل ذلك، بأنه نسي وجاء في آخر الطعام أدرك ذلك فسمى. أحمد تفضل وادعو لنا. رضي الله عنك حبيبي. ومن سمى الله فقد أدى حق الطعام حين يوضع، ومن حمد الله جل في علاه فقد أدى شكر الطعام حين يرفع.
فلا بد من التسميه اولا والحمد الحمدلله بعد رفع الطعام. قال نعم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم او يسمي بسم الله، وان كان الغالب يسمي بسم الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا شرب احدكم الشرب ان يحمده عليه، واذا اكل الاكل ان يحمده عليه. الفوائد المستنبطه: لا يوفق للتسميه الا مؤمن. التسميه بركه على الطعام. الشيطان لا ياكل مع التسميه. هذه الفائده الثالثه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.